جامعة عين شمس كلية التجارة. التعليم المفتوح المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني تخصص حاسبات مادة تطبيقات محاسبية وإدارية. الفجوة التسويقية. الفجوة التسويقية عبارة عن كمية الوحدات من منتج معين والتي يمكن إضافتها أو تقديمها إلى الكميات الموجودة في السوق. يعني إيه الكلام ده؟ أي منتج دلوقتي عايز يخش سوق معين بيسأل نفسه سؤال، هو السوق ممكن يستوعب الكمية اللي أنا هضيفها ولا لأ؟ الإجابة طبعا أقدر أخش السوق ده لو السوق يسمح أو إن الطلب اللي موجود أكبر من الكمية المعروضة، والعكس ننصح بعدم الدخول في السوق لو الكمية الموجودة أكبر من الطلب. بنحسبها إزاي؟ بنقول إن الفجوة التسويقية بتساوي الطاقة الاستيعابية اللي هو الطلب ناقص الوحدات الموجودة في السوق اللي هو العرض. بننصح الشركة بالدخول في السوق في حالة واحدة بس، إذا كان هذه الفجوة التسويقية رقم موجب. التمرين الأول. في دراسة لقسم بحوث التسويق في إحدى الشركات التي تعمل في مجال صناعة الملابس الرياضية للذكور من الشباب، تبين ما يلي: بالنسبة للطلب، عدد السكان في المنطقة 2 مليون فرد، نسبة الذكور في المجتمع 50% من عدد السكان، الفئة العمرية المستهدفة من الذكور 30% من الشباب، فئة الدخل المستهدفة من الذكور من الشباب 10%، وكان متوسط استهلاك الفرد في السنة وحدتين من هذه الملابس. بالنسبة لجانب العرض، كان حجم الإنتاج في السوق الحالي 80,000 وحدة في السنة، مخزون أول المدة 10,000 وحدة، كمية الواردات 15,000 وحدة، كمية الصادرات 5,000 وحدة. وبيسألنا هنا بيقول: هل تنصح بالدخول في هذه السوق أم لا؟ نشوف الحل بقى. لما نيجي نحل التمرين ده هنقسم التمرين لثلاث خطوات. أولا هنحسب الطلب المتوقع، بعدين نحسب العرض الموجود، وبعدين نشوف الفجوة بينهم، وبناء على الفجوة دي هنشوف هنتخذ القرار بدخول السوق أم لا. نمسك أولا الطلب. كان حجم السكان في المنطقة 2 مليون، منهم 50% من الذكور، يعني عدد الذكور في هذا المجتمع 1 مليون نسمة، 30% منهم من الشباب، ودي الفئة اللي أنا بتعامل معاها، يبقى 30% من المليون يبقى 300,000. مش كل 300,000 هيستهلكوا السلع، أنا بتعامل مع فئة ذات مستوى دخل معين تمثل 10%، يعني 10% من 300,000 يعني 30,000. متوقع كل فرد يستهلك وحدتين، يعني الناتج الطلب المتوقع 60,000 وحدة. نمسك جانب العرض. العرض بيساوي الكمية اللي هتنتج في السوق من المنافسين، زائد مخزون أول المدة برضك اللي موجود في السوق، زائد الواردات اللي هتيجي للسوق، ناقص الصادرات اللي هتخرج من نفس السوق. كان حجم الإنتاج 80,000، عليهم مخزون من أول المدة 10,000، هيضاف لهم 15,000 واردات، نشيل منهم الصادرات 5,000، يبقى العرض الموجود في هذا السوق 100,000 وحدة. نمسك بقى الفجوة التسويقية. الفجوة التسويقية اللي بتقول لي أخش السوق ولا لأ بتساوي الطلب ناقص العرض. الطلب 60,000 وحدة، الموجود في السوق 100,000 وحدة، يبقى الفجوة التسويقية بالسالب 40,000 وحدة. يعني معنى كده إن الكمية اللي موجودة في السوق أكبر من الطلب المتوقع، يبقى أنا مش ما ينفعش أخش أنا هذا السوق، يبقى ننصح الشركة بعدم الدخول في هذه السوق. نشوف تمرين تاني بيناقش نفس الفكرة. هنا المرة دي قسم بحوث التسويق في إحدى شركات إنتاج مستحضرات التجميل للإناث، تبين ما يلي: الطلب في منطقة، عدد السكان 4 مليون فرد، نسبة الإناث حوالي 50% من المجتمع، الفئة العمرية اللي بتعامل معاها 30% من الإناث،
الدخل فئة الدخل المستهدفة 10% من الإناث في فئة الدخل، متوسط استهلاك الفرد 3 وحدات في السنة. ده كان جانب الطلب. نمسك جانب العرض. كان الإنتاج المحلي في السنة 90,000 وحدة، عليهم مخزون من أول المدة 10,000 وحدة، في واردات 35,000 وحدة، الصادرات 15,000 وحدة، وبيطلب مني هنا بيقول لي هل تنصح الشركة بالدخول في السوق أم لا؟ لما نيجي نبص للحل هنحسب طلب وبعدين نحسب العرض ونشوف الفرق بينهم، نجيب الفجوة التسويقية ثم نتخذ القرار. نمسك جانب الطلب. 4 مليون فرد، 50% منهم إناث. من 50% الإناث دول 30% منهم الفئة العمرية المستهدفة. من هذه الفئة 10% هو ده فئة الدخل اللي احنا نقدر نتعامل معاها. نتوقع ان كل فرد هيستهلك 3 وحدات، يعني اجمالي الطلب في هذه السوق 180,000 وحدة. لما نمسك جانب العرض هنلاقي ان حجم الانتاج كان 90,000 وحدة، يضاف عليهم مخزون اول المدة 10,000 وحدة، يضاف عليهم برضك 35,000 وحدة، واردات يتشال منهم 15,000 وحدة، يبقى كمية العرض الموجودة في السوق 120,000 وحدة. نتفق تاني ان الفجوة التسويقية بتساوي الطاقة الاستيعابية ناقص الوحدات الموجودة في السوق، او بتساوي الطلب ناقص العرض. كان الطلب 180,000 وحدة، اللي موجود في السوق حاليا 120,000 وحدة، يعني السوق محتاج كمان 60,000 وحدة، لأن الفجوة التسويقية بالموجب 60,000 وحدة. يبقى ننصح الشركة بالدخول في السوق لأن الفجوة التسويقية فجوة موجبة. التخطيط الداخلي للمصنع عندي 3 قوانين. أول قانون بيقول الوقت المتاح في الفترة بيساوي عدد الورديات في اليوم في وقت العمل في الوردية الواحدة بالدقيقة. القانون الثاني حجم الإنتاج في الفترة بيساوي الوقت المتاح على سرعة الخط الإنتاجي، وسرعة الخط الإنتاجي بيساوي الوقت المتاح على حجم الإنتاج في الفترة. تطبيقات التخطيط الداخلي للمصنع. القوانين المستخدمة. القانون الأول الوقت المتاح في الفترة بيساوي عدد الورديات في وقت العمل في الوردية. القانون الثاني حجم الإنتاج في الفترة بيساوي الوقت المتاح على سرعة الخط الإنتاجي. القانون الثالث سرعة الخط الإنتاجي بيساوي الوقت المتاح على حجم الإنتاج في الفترة. التمرين الأول خط إنتاجي بيعمل وردية واحدة اللي هي 8 ساعات في اليوم، سرعة الخط الإنتاجي 3 دقيقة للوحدة. تم إدخال تعديل على الخط الإنتاجي بحيث أصبحت سرعته دقيقتان للوحدة. مطلوب مني أوجد حجم الإنتاج في اليوم قبل وبعد التعديل. بما ان عندنا الوقت المتاح وسرعة الخط الانتاجي اقدر اجيب حجم الانتاج. حجم الانتاج بيساوي الوقت المتاح على سرعة الخط الانتاجي. قبل التعديل كان المصنع بيشتغل وردية واحدة، الوردية 8 ساعات في 60 دقيقة في 1 وردية، بنقسمها على سرعة الخط الانتاجي اللي هي 3 دقيقة للوحدة، بيطلع لي حجم الانتاج المطلوب في اليوم 160 وحدة. بعد التعديل أصبحت سرعة الخط الإنتاجي 2 دقيقة للوحدة، يعني لما نجيب حجم الإنتاج برضك 8 ساعات في اليوم في 60 دقيقة في الساعة في وردية واحدة على 2 دقيقة للوحدة بيطلعوا 240 وحدة كل يوم. عندنا الوقت المتاح وسرعة الخط الإنتاجي أقدر بالمعلومات الاثنين دول أجيب حجم الإنتاج. حجم الإنتاج قبل التعديل بيساوي 8 ساعات العمل في الوردية، الساعة فيها 60 دقيقة، اشتغل وردية واحدة، بقسم عليها سرعة خط الإنتاج اللي هي 3 دقيقة للوحدة بيطلعوا 160 وحدة كل يوم. لما هيعمل تعديل هنشتغل بردك وردية واحدة اللي هي 8 ساعات في 60 دقيقة في 1 وردية على 2 اللي هي سرعة خط الإنتاج الجديد، يطلعوا حجم الإنتاج في اليوم 240 وحدة. في التمرين الثاني مطلوب إيجاد سرعة الخط الإنتاجي اللازمة لإنتاج 240 وحدة كل يوم إذا كان المصنع بيشتغل وردية واحدة في اليوم أو ورديتين. بما إن عندنا الوقت المتاح وحجم الإنتاج نقدر نجيب سرعة الخط الإنتاجي. لو نشتغل وردية واحدة يبقى
سرعة خط الإنتاج بتساوي 8 ساعات عمل في اليوم في 60 دقيقة في الساعة في وردية واحدة على 240 وحدة كل يوم، يطلعوا 2 دقيقة للوحدة. لو هنشتغل ورديتين يبقى برضك 8 ساعات في 60 دقيقة في 2 وردية على 240 وحدة في اليوم، يطلع سرعة الخط الإنتاجي 4 دقيقة دقيقة كل وحدة. التمرين التاني، عايز سرعة الخط الإنتاجي اللازمة لإنتاج 240 وحدة كل يوم، ده إذا كان المصنع بيعمل وردية واحدة في اليوم أو ورديتين. كلنا عارفين إن لما يبقى عندي الوقت المتاح وعندي حجم الإنتاج أقدر أجيب سرعة الخط الإنتاجي. سرعة الخط الإنتاجي بتساوي الوقت المتاح على حجم الإنتاج. لو بشتغل وردية واحدة يبقى 8 ساعات للوردية في 60 دقيقة في الساعة في واحد وردية على 240 وحدة كل يوم، تطلع سرعة خط الإنتاج 2 دقيقة للوحدة. لو هنشتغل ورديتين في اليوم يبقى 8 ساعات للوردية في 60 دقيقة في الساعة في 2 وردية هنقسم على 240 وحدة، يطلع السرعة 4 دقيقة لكل وحدة.